طبعا جينا لمحمد اهوت بدهنا عليه. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ مش عارف افتح عينيا من الشمس، شمس النهارده حاميه جدا والصيف رجع بكل قوته. كل سنه وانتم طيبين وربنا يتقبل يا رب. احنا طبعا هنعمل هنا ولا نعمل جوه؟ نعمل هنا بقى، بس هنعمل الرز جوه. يا حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل عام وحضراتكم بخير، وادعوا لنا. اهم حاجه الدعاء، ادعوا لنا اللهم امين. ايه يا ارو، هتيجي تشيلي مع بابا؟ يلا شيل حاجة صغيرة ولا حاجة كبيرة؟ لا حاجة صغيرة. حاجة صغيرة؟ لا عايزين نشيل حاجة كبيرة. ايه؟ ركبنا الأنبوبة هنا. هركب لك الأنبوبة هنا عشان الشغلة، تعملي رز عليها هنا؟ هنعمل كل حاجة هنا. طيب تمام. ايه يا محمد يا بطل، ايه رأيك؟ مفيش أي إضافات عايز تضيفها؟ أنا نفسي أشوي، أنا متخصص الشوي. متخصص الشوي. أنا سيبولي الشوي. وأنا يا جماعة هعمل الرز البسمتي. تمام. وأنا هعمل إيه؟ وأنت هتعمل إيه؟ آكل. هتمسك الهواية لمحمد. ماشي. ايه يا اكرا، اديهم بوسه، اديهم بوسه كبيره، قول لهم يا رب يا رب. احلى كلمه منك يا اكرا. الله ينور يا اروى، ايه الحلاوه دي؟ سيب العصير هنا يا اروى، ما تدخلوش، احنا كده كده هنخرج بيه. سيب العصير، ولا حطيه جوه دلوقتي، يبقى خرجه تاني، هبقى خرجه تاني، ولا احطه في الثلاجه صحيح عشان يبقى ساقع. صح، هات. العصير هنحطه في الثلاجة. الله ينور. طب انا هسيب بقى الكاميرا عشان اشيل معاكم الحاجة. وهي لسه جاية من الجامعة، بصوا بيعمل ايه. استنى بنزل معاك. ايه؟ خلاص استنى بنزل معاك. ماشي، تعملي ايه يا ناس؟ تسرحي. تسرحيهم؟ ايه يا ماس؟ ايه؟ الناس بتسرحي حلو؟ ماشي. واروى انت بتسرحي نفسك ولا الناس اللي هتسرحك؟ لا هي فعلا بسلك شعري. بس بتسلكيه وهي تكمل؟ وشعر ناعم. ايه؟ شعر ناعم. حطوا اللايك. ماشي. جدع يا ايناس. ايناس ورماس، هتلخبط بينكم كده. ايناس ورماس. لما حد بيجي يناديلك بحسبه يناديلك. ايناس ورماس. شاطره يا ايناس. وطبعا يا جماعه صباح الخير. انت تقيله ولا؟ ده انا جيت النهارده، انا صاحي الساعه 7 الصبح كده، ففضلت قاعد لوحدي وده اللي خلاني انام تاني. يعني دلوقتي الساعه تقريبا الساعه 3 دلوقتي العصر، فاللي هو انا صحيت الصبح ما لقيتش حد، فضلت قاعد يجي ساعه ولا ساعه ونص لوحدي، النوم كبس عليا، نمت على الارض هنا وامي اللي طلعتني فوق بالتسافي، فده اللي خلاني اتاخرت. لان زياده عندنا مباريات شاوي النهارده ان شاء الله باذن الله تعالى، ربنا يتمم على خير. جاهز ان شاء الله. ازيك يا مصاحي؟ عامله ايه؟ نايله حبيبتي. صحتي حلوه. طايره اللي هتساعدني في المطبخ النهارده يا جماعه، مش هتسيبني. يعني طايره اللي هتعمل الرز؟ هخليكي تعملي الرز. ايوه شفتي، هتعرفي تعملي الرز يا طايره؟ هعمله معاكي. بطل هتعمل الرز، ولو عملت الرز وطلع حلو ليكي مكافاه عندي وهديه كبيره. انت واخواتك، عشان انا اول مره اعمل الرز يعني. انت واخواتك ليكم مفاجاه عندي من غير ما تعملي الرز، بس لو عملتي الرز حلو مفاجاتك هتزيد اكتر. ماشي ان شاء الله. الله ينور عليكم زياده. ربنا يعزك يا رب. وان شاء الله باذن الله تعالى احنا طراتنا كده بتعظمها فينا. يعني احنا معانا دوق هنا فيها كمون، اللي هي الفليد دي الحاج عاملها، ربنا يبارك لها يعني، والدتك يعني ربنا يديها الصحه. ومعانا شطه، ومعانا فلفل اسمر، ومعانا الليمون. في بعض الناس بيحطوا ليها توم. في بعض الناس بيحطوا ليها ايه، مفر توم يعني، عشان ايه تديها يعني شبخ. بس انا ما بفضلش عشان احنا في صيام يعني وكده. ومعانا ليمون، ومعانا خل، وطبعا معانا ميه سخنه، ومعانا الطحينه ان شاء الله الاصليه، والتضريبه بقى والايه والحاجه يعني ترجع للايه للتضريبه بتاعتها يعني. الله ينور عليك. ربنا يبارك لك يا رب. انت عارف ان الحاجه دي يعني اصلا من الله طيب لا يكبر الا الطيب. الانسان بيعمل حاجه كانه بيعملها لنفسه. اكيد طبعا. ليه هو عشان ربنا يتقبل. بس بالظبط. كل عام وانتم طيبين. خد يا حاج ساعد معاهم بدي. ماشي ان شاء الله. الله اكبر. الطحينه دي لو دلعه لو حادقه احنا ناس ما دقناهاش. باذن الله تطلع زي الفل. باذن الله تبقى كويس. نعملها بالبركه. احنا ما شاء الله احنا خمسه، فخلونا نتقاس يعني. مثلا حمدي بيفتح الاطباق، ابو زياد البوس قفل معايا. انت قفل ومحمود يقفل. ابقى حاول تحله عشان لو اتفتحت في الكيس هتبهدل الدنيا. مش عارف اضغطها حلو. لا هو الاحكام يعني. اتنين يقفلوا ولا انا بحط؟ لا الله ينور عليك. هي وصلنا حلو كده، هي نص العلبه حلو، هي على قد الوضع. حلو على قد الوضع عشان ما تتعبش. احنا قلنا نعمل الطحينه على ما الرز يتبل. ماشي ماشي ماشي. الله ينور. تسلم. طب حد يعبي. طب عبي يا حمدي معاه. عبي عشان ما تبهدلش. ماشي عشان نكسب وقت. ماشي. احنا هنعبي الرز برده هنا ولا جوه؟ خلينا هنا عادي في الهواء. على طول في الجو هنا حلو. الله ينور يا اروى. بنور انت بتساعدي؟ عملتي ايه بقى معانا النهارده؟ انا حاولت معاك الحاجات اللي في العربيه. وجيت ساعتهم هنا. عملتي معاهم هنا؟
انا بحاول لهم الحاجات عشان يقفلوا. ماشي. ارو يا جماعه كانت بتحاول عليهم العلب الفاضيه وبتحاول اللي اتملى وترص وتسد. يلا اجي اخد الطحينه الثانيه. اه هدينا الطحينه الثانيه عشان العلبه دي خلصت اهي ولسه في علب ما اتعبتش. الله ينور يا انج. منوره. ايه الحلاوه دي؟ ماشي. سايبه ولا فاطره؟ سايبه. سايبه؟ ماشي شاطره يا انج. الله ينور يا يحيى. يحيى قاعد يا جماعه بيذاكر على التليفون. الله ينور يا يحيى. في نور. كل سنه وانت طيب يا يحيى. انت طيب يا حبيبي. صدق الرز اللي انت عملتيه حلو يا نيره. لا ده الزيتو يبلع على هو هياخد يجي ساعه لما يبلع ياخد زيت في الساعه دي. انا خايفه. انت يا ناس خايفه تنزلي؟ اجي ازقك. مين مين؟ يا ارو المهم الساعه يا عيال. المهم الساعه يا رماس. لا ده حلو ولا وحش؟ خد يا ناس. نروح نشوف محمد البطل ده وهو جاهز الولع بقى عشان ما نتاخرش. لا ان شاء الله مش هيتاخر لسه بدري. اعمل بقى ان شاء الله النهارده الفراخ على الكانون مش على الفحم تبقى طعمها خرافي. الله ينور وعليك. هي كده ايه بقى لها اكتر من 24 ساعه في التتبيله فالله اكبر هتبقى ايه مش هتحتاج سوا كتير ان شاء الله هتبقى جميله ان شاء الله. ناس انا مشوفها للي لقيته بس الولع عامله ازاي؟ كانت ايه مهوجه مهوجه جميل تسلم ايدك. هخش اجيب لك ايه بقى من جوه؟ استنى لما الولعة تشد شوية. طيب خش اشوف سعد بتعمل ايه. ايه يا زياد؟ بتقلي معاهم بيها. طب ممكن. ايه يا يوسف؟ يوسف مبسوط من بتاع الماسورة اللي حاططها. وراح انط النطة الجريمة. وريني النطة يلا. نطة أولمبية. يلا واحد اثنين قبح. ماشي شوف سحر بتعمل ايه. الله ينور على سحر بقى هبل الرز صح سحر؟ اه هبل هو عشان اسيبه كده حوالي ساعة أو ساعة ونص في المية. الله ينور عليك. انضف رز بسمتي يا جماعه اللي احنا بناكل منه وبنعمل منه. اه هو النوع ده كويس. مش دعايه واعلان مش فاكر ان دعايه واعلان. ايه يا محمد؟ جهزت الولع ولا لسه؟ اه انا خلاص ولعت على الفحم. ماشي. محمد بتاع الشوي النهارده وتبل الفراخ وظبط الدنيا يعني ما شاء الله ايه بالواجب. محمد هو بيحب يعمل الحاجات دي اصلا. روايه عنده. ربنا يتقبل يا ما يعرفوش ان انت اشتغلت فتره شيف. ربنا يتقبل يا رب. اشتغلت فتره شيف ولا لا؟ اه انا شغال شيف امال ايه؟ انا على طول شيف الحمد لله. كنت بعمل شاورما وكنت بعمل وكنت واقف على الجريل وكنت بعمل حاجات كتير يعني. اه في مطعم كان بيجي يجرب فيه ده. فاكر لما كنت لا بس الحمد لله في الاخر غزتكم اهو اتعلمت. اه في الاخر عملت شغل لا بيبدع علينا في المطبخ صراحه يعني ما حدش بيغششه ولا بيملي. اصل الطبيخ ده بيبقى يعني هوايه. هوايه ونفس في نفس الوقت. يلا بقى عايزين نعمل لكم ايه كده تاني؟ احنا عايزينك بقى تيجي تعمل معانا مصلحه. ماشي عندك الواد حسن يمسك الكاميرا وانا اشتغل انا. ماشي يلا. انا خلاص يا حبايب قلبي هعمل الرز اهو ومرحوم نزلت معايا بالتوابل بتاعته كلها ورق لوري والسبع حبات بتوع الرز وفلفل اسمر. هبدا اشوح فيهم شويه كده واجيب الرز وانزله عليه. بسم الله. طبعا انا غسل الرز ومصفياه حطاه في مصفى هو يصفي مش هشوحه قوي عشان هو طب ما نقع بقاله كتير في الميه. هقلبه بالراحه كده اهو. هنزل بقى بالميه السخنه معايا كده عليه. كده خلاص ظبطت الميه بتاعته وكل حاجه هو هغطيه واسيبه يغلي. بطل طبعا ايه طلع الفراخ بعد ما تبلها من بالليل. عايزين بس اهم حاجه نكسب وقت عشان المغرب ما تاذنش علينا ونتاخر. لا هنكسب وقت الساعه دلوقتي 3 الا ربع لسه باخر. طبعا بص انا عايز اقول لكم ان ريحه التتبيله تجنن. الله ينور. دس بايدك يا محمد. طبعا يا جماعه احنا هنعمل الكميه ديت ان شاء الله وخليكم معانا بقى ونشوف هنلحق نشويها ولا لا. احنا قلنا هنعمل بعد العصر على اساس ان الاكل يبقى ايه لسه سخن وطازه. لا ينور عليك يا حودة. عليك يا ابو علي. قربت تخلص ولا ايه؟ المغرب قربت. هاني انت ايه فاضل لسه ساعة يا عم لسه بدري. انت حاول تخلي بالك عشان الساعة دي لو عدت وما لحقتش تدي النسب للفطار. ولا احنا هنفطر ولا هم هيفطروا. اه فمش هينفع. ان شاء الله على طول بس هي ايه احنا قلنا نعملها قبل المغرب بساعة كده عشان خاطر تطلع ايه طازة وسخنة واللي يبقى هياكلها هياكلها وهي سخنة.
ما هو ان شاء الله انت هتعمل كده وهنلعب بس ايه ان شاء الله هنلعب على قد ما تقدر كده. تسلم تسلم يا حوده بالف هنا وشفها والله يرحم كل امواتنا واموات المسلمين جميعا يا رب. امين يا رب. انا عايز اشوف شكلها من تحت كده استوت. من تحت مش عارف ما استوتش لسه لسه يعني قدامها بس انا 10 دقايق ولا حاجه هنقلبها ونظبطها. ايه يا ناس صايمه ولا فاطره؟ اكيد الناس يا جماعه وانجي بيصوموا كل يوم وانا قلت لهم هتاخدوا مكافاه من ربنا ومكافاه مني اخر اليوم يعني اول ما بنصلي المغرب والعشاء بياخدوا المكافاه على طول. هي مكافاه بسيطه وماديه بس هي بتبقى تشجيع للطفل وهي ريت كلنا نعمل مع اطفالنا كده ونعودهم يعني لو من فوق السن السبع سنين نبدا نعود. انا صغيره عسوله زي التوم. عسوله زيك يعني انت بتقولي عسوله زيي يعني بتقولي انت عسوله يعني. طب ما اروى بتسوق صح يا اروى مش انت بتسومي؟ بتسومي لحد ايه؟ لحد المغرب. ايه الحزيه فيها اهو ده يا فندم؟ انا بسمها لحد المغرب. لا انت كبير. لا يا حبيبي انت اللي تحاسب لو ما صمتش. انما هما لسه صغيرين. شوف يلا الرز يتبل كده ولا لا عشان خاطر نخلص بقى ونغرب. دلوقتي يا جماعه احنا بقى امسك عم حسن انت ماشي فاضي؟ امسك يا عم. هنفضي بقى الرز وهنجهز الاطباق بتاعتنا. نفضي حبة حبة بقى ماشي؟ وعلي الحالة يا زحر مش مشكلة. هتعرفي تقلبيها ولا اقلبها انا؟ لا اقلبها ازاي بقى؟ طب يلا بسم الله الرحمن الرحيم. تسلم ايدك. لا انت هتقلب الرز هنا؟ هنقلبه عشان يتهوى ولا طب ما تحطي في ده على طول. لا خد من الحلة على طول. طب حطي هنا طيب الحلة حطها هنا هجيب لكم الفراخ حوالينا يعني. عشان المكسرات عشان تحط على وش. ما هو بعد ما يحط الطبق يحط المكسرات على وش الطبق. خلاص ماشي. هروح انا اجيب الفراخ. لا الغطيان فين؟ الغطيان هات الغطيان. لا يا محمد الناحيه البيضاء هي اللي بره. الناحيه دي اللي بتبقى من تحت. خد دي تحت. ماشي خد يا حمد انت حط دي. انا دورت على المقصوصه ما لقيتهاش. مش مشكله كتير اهو. قفلوا بس الاطباق. انهم نزلوا لي دي هنا وانا عشان توسع المجال للاطباق. لا لسه بيتحط بقى الزيت والحاجه. صح كده؟ هوسع لكم مكان. شيل يا انجي معايا. طب ماشي ماشي. ايوه صح كده. ايوه استنى يا يوسف. استنى يا يوسف. استنى يا يوسف ما تستناش عشان بيتحط تاني. هاتوا الاطباق هاتوا الاطباق هاتوا الاطباق بقى انا هعمل لكم. يلا ناول 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 يا ابني ناول بسرعه. يلا يا حبيبي انا عايز غطيان. الاطباق انفضت بابا. يا اقلب الطبق يا حسن. اقلب فوق لتحت يا محمد. الابيض فوق. الابيض فوق. ايوه انا هعمل. يلا الغطيان فين يا جدعان؟ خد تعالى يا زياد هنا. تعالى هنا. خد تعالى يا بابا. بصوا بقى يا جماعه كملت في الفرن عشان خاطر نلحق نكسب وقت. الله ينور عليك. الله ينور عليك. الله ينور عليك عشان نكسب وقت عشان ما نتاخرش. حلو حلو. الله ينور عليك. لا اللي شغال بقى. الله ينور. طب تعالى انت كده يا محمد. انا همسك لك. بص يا ابو زياد انزل هنا على الرز ده. محمود نزل بسرعه هنا فراخ الاجواء دي كلها. ما انا هعمل كده. تعالى يا محمد امسك. حسن عدينا انا. يلا في كل مناخ حط. ايوه بسرعه كده. اللي يشوف طبق رز فاضي يا ما تقفلش ما تقفلش. حط معلقه. كل عده اوعى تنسى وتقفل. حط المعلقه جوه. هو كل ده في المعلقه. حط معلقه. حط معلقه. هات الكيس هنا. فين رماس؟ نور عليك. ماشي فين رماس؟ رماس بالصايم هنا الحته الصغيره دي. حط انت معلقه. فين رماس؟ ماشي. في تاني اطباق ملهاش؟ يا ابني هات معلقه. طب احنا نكسب وقت يا حمد ونجهز العربيه. ماشي بنقرب معاهم بس عشان ماشي ماشي. قرب شويه. ماشي يا عسل. يلا بص محدش يشيل على ايدي. خلاص كده يا جماعه بقى ايه نكسب وقت. يبقى جزء بيحول وجزء بيعبي. طلعت شويه زياد بره ولا لسه؟ ماشي. ربنا يخلي لنا حمد وعربيته هي اللي بتنفع في الحاجات دي. الله اكبر عليها. هتحط الزباب حاله ولا لا؟ لا لا حمد هيرصها بقى ايه كده. هات العصير ده ننساه. العصير ده ممكن نخليه ايه على الكرسي على رجل حد. ماشي هخليه في العربيه جوه. فاضل تلت ساعه واذان المغرب ايه يأذن. احنا كده احسن عشان خاطر الاكل ما يبردش. والاكل ده صار مولع. طحينه. ايه خد يا حمد. رص الطحينه بس خلي بالك بقى عشان ما فيش حاجه تتدري. هاتوا بس بقيه الاكل. هتسيبها زي ما هي كده؟ عشان ما تتبعش. ماشي. نيره قالت انا لازم انا اطلع العصير. في العربيه هنا يا نيره. من هنا يا نيره. هاتيه من قدام. هتعمل؟ ها؟
احنا ماشيين اهو. يلا يا عم مفيش وقت. يلا الساعه بس كام؟ بص الساعه كام؟ 6:10 دقيقه وعايزين نلحق نفك على الله. يلا لا بس حلو تويت كويس عشان ايه الحاجه الحاجه سخنه ما شاء الله. يلا كده ان شاء الله الاكل هيبقى سخن. ربنا يطول. يلا سلام. افطروا بقى لما نيجي يا حاج. ما تستنوناش. احنا هنفطر في الشارع. يلا سلام عليكم. دورنا كده ربنا يتقبل واحنا بنوصل رسائل للناس اللي يقدر يعمل اي حاجه يعملها لو شويه عصير حتى في الشارع. احنا انا ايه زمان ايام بيت العيله كنت ببقى انا واصحابي اللي هم العيال اللي في الشارع كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل شفاشي كبيره قوي وجرادل جرادل تمر وبقى وعرق سوس وصوفيا والحاجات دي كلها وبنعملها في اكياس صغيره ونوزعها على الناس في الشارع. فدي اول مره اكون بوزع فيها اكل. طب خد يا حسن خد يا حسن والنبي ادي الجماعه اللي هم قاعدين الغفره دول تكسب فيهم ثواب. يلا ما تجيبش على حد يا محمد، يعني خلي الكاميرا معانا احنا هنا وما تجيبش على حد من بره. السلام عليكم. هو راح فين؟ امس قول له فطار. السلام عليكم. فطار. خد. ثلاثة؟ بتاع سخن. واحد اهو كمان عصير. ماشي ثلاثة عصير. ماشي. طب امسك كده. ودي دول وهاجي لك بالاطباق. ازيك يا عز؟ الحمد لله حبيبي. منور يا ولد. حبيبي. خلي بالك لحاجة تقع بس. ربنا يجازيك خير، على فكرة في ناس جت تاني لو كده اديهم. ماشي. هما ثلاثة ولا كام؟ هما ثلاثة. خد يا معلم، كل سنة وأنت طيب. وأنت طيب. يلا. معاك حد تاني؟ معايا ابن عم جو. طب استنى خد تعالى خد. تعالى خد. مع ابن عمه يعني مش بقول هيفطر وابن عمه ما يفطرش. ما أنا عشان كده سألته بقى. أنا هتنقل لكم ورا عشان أنا أقول. ماشي. خد يا حبيبي. افتح. بألف أنا وشف. امسك كده. ألف أنا وشوف. استنى أنا هجيب لك علبة طحين. ألف أنا وشوف. عدينا ألف أنا وشوف. عدينا بقى اتنين ورا عشان أناولهم. ماشي. في تاكسي عطلانة. عشان أنزل. ماشي. ما عايزين نشوف كام واحد. افتح الشباك، افتح الشباك. شوف كام واحد. واحد هم أو عربيتين واقفين فهم أكيد. هم عربيتين. ماشي. طيب مش مشكلة مالوش نصيب. إحنا التاكسي ده يا جماعة شفناه واقف عطلان فلفينا له فما لحقناهوش بقى. على ما رجعنا كانت العربية اتصلحت. يلا خير خير. وهم خدنا الثواب. احنا الحمد لله كده خدنا الثواب. عليه الصلاه والسلام قال في حديث فيما معناه من فطر صائما على شق تمره على شربه ماء على شربه لبن، في معنى الحديث يعني انه له اجر ولم ينقص منه شيء، يعني بالمثل. انت جايبني كده ولا انا بتشعلق في الهواء؟ لا 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 ما انت شغال اهو ان شاء الله. انت طالع في الكاميرا. ماشي يا عم. ربنا يتقبل منا ومنكم. الناس اللي واقفين بتروسيكل هناك دول يا حمدي. فين؟ هناك هم على الشمال اهو. ادي الجماعه الشقيانين دول. بس ما تجيبهمش يا محمد. خد يا حسن. اهلا العيال. هات كمان علبه وعلبه علبه كمان طحين. يلا بسرعه يا محمود. ايه في ده واحده كمان. يلا يا ابني. طب انا كنت اروح له. يلا 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 بسرعه. ما كنا رحنا له قربنا له. شوف ساب الباب مفتوح. طب اقفل الباب. يا ابني اقفل الباب. هات الباب ده. مش طايق. ملهوم. روح له يا حمدي نوبك صواب. بدل ما يرجع. خد بتاع التوكسيكل ده. التوكسيكل دول يا جدعان. حسن هيخس النهارده، ربنا يبارك لك يا حسن. وقفهم يا حمد. صوت طبيب. خد يا خد يا خد هما اتنين اهو. خد ايوه حطها هنا. روح على اي مستشفى حد معاه حاله طوارئ بتاع. وش وش توقع الله توقع الله. قدام جامع. في طريقنا كده اللي ليه نصيب. في طريقنا. بنتكعبل فيه. يلا. اوعى الطريق. براحتك. اوعى الطريق يالا. حسن بيحب يجري في الخير قوي. يلا الله يبارك لك يا حسن بالحته البيضه اللي انت لابسها. هي الناس ما بتش عايز تاخد ليه؟ بتقول لي لا شوف لو حد محتاج انا خلاص قربت اروح. ماشي هو بقى ممكن هو لو خدها يديها لحد تاني. ودي ميزه هو سبحان الله. دي برضه قناعه من عند ربنا في الناس كثيره يعني. عايز هنا ولا معاك؟ اهي خد يا حسن. معاك حد ورا؟ سألوا كده مع حد؟ لا ما هوش. طب يلا يلا يا حمد فاضل خمس دقايق. يلا يلا لسه معانا بقى. الله يبارك لك يا ابو ندى. خد لك من الباب. هات هات اهو من دهلهم يا محمد. من دهلهم يقربوا لك انت عشان مفيش وقت. جايين هم جايين. يلا خد خد ناو ناو ناو. يلا 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 يا حمد. نط زي الميكروباص. لابس جلابيه مش بنطلون مش اعرف. ماشي ماشي ماشي. ما فيش وقت. كل سنه وانتم طيبين. ربنا يبارك. هل الاثنين طحينه؟ خد خد يا ابو زياد. خد الطحينه اهي. انا والله واجب علينا يا جماعه. كل سنه وانتم طيبين. استنى هات التوك توك. وادي ثواني التكاتك دول. طب اقفل الباب حلو اقفل الباب حلو. غلابه غلابه.
ثلاثة باين. ثلاثة اهو. هات الطحينة. هات الطحينة. خد يا حسن، خد يا محمد. خدوا عصير، خدوا عصير. خد ماشي. طب هات لنا، طب نفطر احنا طيب. خد عصير ابدأ بيه اهو. احنا كده. طب هات نخش نديهم. طيب احنا كده بقى نفطر. ارجم بقى حاجة نفطر. خلاص يا جماعة احنا كده بنفطر. ايه يا حمد انت بتعمل تحدي؟ استنى بتاع العربية ده نديله. استنى هتعد عصير. مش هيقف، مش هياخد باله انت بتوزع. لا هتعد عصير. ايه هما كام واحد؟ هنحط طحينة. طبعا كده يا جماعة الفيديو بتاعنا خلص وربي يكون عجبكم. ما تنسوناش في الدعوة. مع اننا فطرنا بس برضه لسه في ناس ماشية في الشارع ما فطرتش. هات اللي جاي ده، هات اللي جاي ده. الدوم منابش. خد انا مش عايز الدوم بتاعك. خد الدوم بتاعك. الدوم بتاعك. خد عصير اهو. ادي له طحين. يلا ربنا يتقبل منا يا جماعه، وبشكركم جدا اللي وصل معايا الدقيقه ديت ان شاء الله. العماله تلفت. احساس جميل جدا لما بتوقف واحد وتدي له طبق ولا علبه عصير ولا اي حاجه. اكيد طبعا ربنا يتقبل منا يا جماعه.